تحت الضغط. ورد وداليا، داليا وورد. داليا انت اللي هتبتدي صح، ورد هتروح تسمع اغنيه وترجع لنا تاني. تفضلي تهدي اعصابك. تعالي يا داليا مكاني. داليا عايزين شويه نقط بقى، مش معقوله كده. ان شاء الله يا رب. هما كام سؤال؟ 10 اسئله في 45 سنه. مش صعبه الاسئله، ولكن محتاجه منك شويه تركيز. تمام؟ ورد تمام. تحت الضغط كاونتر. استغماية هي قصيده لشاعر عاميه مصري راحل، فمن هو؟ احمد فؤاد نجم. صح. تحترف البطله المصريه رضوى رضا احدى الرياضات القتاليه، فما هي؟ تايكوندو. صح. احلام هندو كاميليا هو فيلم المخرج مصري، فمن هو؟ يوسف شاهين. غلط. ما هي عاصمة دولة أوزبكستان؟ باكو. غلط. في عهد أي حاكم مصري انضمت مصر لمنظمة الأمم المتحدة؟ جمال عبد الناصر. غلط. من قام بتلحين رباعيات صلاح جاهين؟ باص. في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان يوجد التواء هنلي؟ بنكرياس. غلط. كم عدد حروف كلمة استبيان؟ 7. صح. يقع جبل. تفضل يا داليا. أنا ملحقتش أقول السؤال التاسع الحقيقة، فأنا قلت لك 8 أسئلة، جاوبتي على 3 بس. سليم، عايزين ورد تنضم لينا، هنشوف ورد هتعمل إيه. ورد عايزة تعرفي داليا عملت إيه ولا لأ؟ عايزة؟ هقول لك. أنا قلت 8 أسئلة وهي جاوبت على 3. ما شاء الله. تعجر معي. انت بتتريق عليها؟ لا بقول ما شاء الله عشان ما احسدهاش. يا سلام. طيب هنشوف انت هتعملي ايه. طيب مركزة؟ ان شاء الله. تحت الضغط كاونتر. استغماية هي قصيدة لشاعر عامية مصري راحل، فمن هو؟ جمال بخيت. غلط. تحترف البطلة المصرية رضوى رضا احدى الرياضات القتالية، فما هي؟ جودو. غلط. احلام هندو كاميليا هو فيلم المخرج مصري، فمن هو؟ شريف عرفة. غلط. ما هي عاصمة دولة أوزبكستان؟ طشقند. صح. في عهد اي حاكم مصري انضمت مصر لمنظمة الامم المتحدة؟ جمال عبد الناصر. غلط. من قام بتلحين رباعيات صلاح جاهين؟ محمد الموجي. غلط. في اي عضو من اعضاء جسم الانسان يوجد التواء هنلي؟ الكبد. غلط. كم عدد حروف كلمة استبيان؟ 7. صح. يقع جبل. برضو ما كملتش السؤال التاسع. اتفضلي مكاني. كم إجابة صح؟ 2. 2. يبقى في الحالة دي يا ورد هتدي لداليا 10 نقط هدية. تعالوا نشوف. ايه الأسئلة اللي ما جاوبتش؟ أحلام هند وكاميليا هو فيلم المخرج مصري، فمن هو؟ الراحل محمد خان. في عهد أي حاكم مصري انضمت مصر لمنظمة الأمم المتحدة؟ انتوا الاثنين قلتوا جمال عبد الناصر، ولكن الإجابة الملك فاروق. من قام بتلحين رباعيات صلاح جاهين؟ سيد مكاوي. السؤال السابع، في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان يوجد التواء هنلي؟ الكلى. التاسع ما لحقتش اقوله. ورد وداليا، داليا ورد، نحييهم كلنا. اتفضل. النتيجه اتغيرت، يعني ابتدينا نشم نفسنا كده. في اي بي كنتوا كام يا داليا؟ 30. وكم اجابه صح؟ 3 نقط و15. 15 و10 نقط هديه من ورد، بقيتوا 55. ورد كنتوا 10 وإجابتين بس صح، بقيتوا 20. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء.